أفضل منصة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنشئ مقاطع فيديو تفاعلية أسرع 10 مرات. أهلا بكم على قناة إزاي الثقافية. في هذا الفيديو سوف نشرح أحد مواقع الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتوليد مقاطع فيديو. ملاحظة مهمة: إيه بقى يا شيخة؟ أغلب مواقع الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإنشاء مقاطع الفيديو هي مواقع مدفوعة وتمنح المستخدم فترة تجريبية قصيرة. بعد ذلك لو أعجبك الموقع يمكنك الاشتراك في الخطة المدفوعة التي تناسبك، أو يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع ببريد إلكتروني جديد والاستفادة من فترة تجريبية جديدة. العمل عمل ربنا، الإنسان ضعيف. هذه هي الصفحة الرئيسية للموقع، نضغط هنا على تسجيل ونقوم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني. بعد تسجيل الدخول نذهب إلى أعلى يمين الصفحة ونضغط على إنشاء مشروع جديد من هنا. بعد ذلك اذهب إلى يسار الصفحة واختر القالب المناسب. ومن هنا اختر الشخصية. وهنا تجد النصوص للكتابة على الفيديو. وهنا تجد الكثير من الأدوات والملصقات. بعد إتمام كل شيء اذهب هنا، من هنا نختار اللغة والشخصية. وهنا نكتب النص الذي نريد تحويله إلى صوت. من هنا اضبط إعدادات الصوت مثل سرعة النطق والإخراج، أو اضغط هنا لتحميل ملف صوتي جاهز من جهازك. ثم اضغط هنا للاستماع. بعد الانتهاء اضغط هنا لتحميل مقطع الفيديو الخاص بك. أغلب مواقع الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإنشاء مقاطع الفيديو هي مواقع مدفوعة وتمنح المستخدم فترة تجريبية قصيرة. بعد ذلك لو أعجبك الموقع يمكنك الاشتراك في الخطة المدفوعة التي تناسبك،
أو يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع ببريد إلكتروني جديد والاستفادة من فترة تجريبية جديدة. شكرا للمتابعة ودعم القناة.